أطفالنا زينة حياتنا، دايماً نحب نشوفهم سعداء وآمنين، لكن متأكد أنه طفلك في أمان مع لعبته؟ تعرف أنه 17% من السلع المسحوبة من الأسواق عالمياً هي ألعاب لأطفال بسبب عدم مطابقتها للمواصفات؟ السؤال، كيف تكون لعبة الطفل مضرة؟ بعض الألعاب فيها مواد كيميائية ومعادن ضارة بنسبة عالية، ممكن تأثر على صحة طفلك في حال تجاوزت الحد المسموح به عالمياً. غير الألعاب القابلة للاشتعال وألعاب أخرى فيها قطع صغيرة قد تؤدي للاختناق في حال بلعها. شراء لعبة لطفلك مسؤولية، لذلك راجع بيانات المنتج جيداً، المكونات، طريقة التركيب، المصدر، السن المخصص له. ابحث عن شرط المطابقة الخليجية على المنتج. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.